11 نوعا من الهرمونات تؤثر في عملية الأيض، وعند حدوث أي خلل فيها تسبب بمشاكل صحية. في هذا الفيديو نتعرف إلى وظيفة كل منها. وظيفته تعديل السكر في الدم وتنظيم امتصاص الخلايا للسكر وتحويله إلى طاقة أو تخزينه على شكل دهون. هرمون أنثوي مسؤول عن البلوغ والإنجاب، أي تهيئة الجسم والرحم للحمل وتنظيم الدورة الشهرية. يساعد في تنظيم الدورة الشهرية ويلعب دوراً كبيراً في عملية الحمل. هرمون ذكوري مسؤول عن البلوغ ونمو الكتلة العضلية وتحفيز نمو الشعر على الوجه وتقوية العظام. يسمى هرمون الشبع، يقوم بتقليل الشهية وتنظيم كميات الطعام التي يحتاجها الجسم. الهرمون المعاكس لهرمون الليبتين يفرز في المعدة عندما تكون فارغة للتحفيز على الجوع، تزداد مستوياته قبل وجبات الطعام وتقل بعدها. يلعب دورا كبيرا في عملية النوم وبناء العضلات. يؤثر على الأيض ويلعب دورا مهما في نمو الأطفال. هذا الهرمون يعنى بتنظيم الوزن، أي خلل في الغدة يؤدي إلى انخفاض في معدل الأيض. هرمون يحفز على الرضاعة، ويؤدي فرط هذا الهرمون في الدم عند النساء إلى تأخر الحمل. تناول 3 وجبات أساسية يومياً ووجبات خفيفة بينهما. تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على الألياف. استبدل السكر الأبيض بالسكريات الطبيعية. خفف من شرب عصير الفواكه والمشروبات الغنية بالكافيين على غرار القهوة والنسكافيه. اشرب كميات وافرة من المياه. ابتعد عن اللحوم المعلبة والدهنية والمدخنة. استخدم الزيوت النباتية الغنية بالدهون غير المشبعة. مارس الرياضة يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. في الختام، لا تهمل إجراء الفحوصات المخبرية والمتابعة الدورية مع الطبيب من أجل التأكد من سلامة وضعك الصحي والتأكد من سلامة عمل الهرمونات في جسمك.